السلام عليكم اخوتي، معكم صديقكم صبريكو في الجزء الثالث من لعبة باندي اند انك ماشين. اولا اود ان اشكر الذين قد نبهوني بنزول هذا الجزء، اسماءهم ها هي. وكما ترون فاللعبة قد تحولت كثيرا، لم تكن هكذا من قبل، تطور جيد. حسنا، قبل أن نبدأ يمكنكم أيضا تنزيل اللعبة، سأضع رابطها أسفل الفيديو كي تستمتعوا أنتم معنا. حسنا، بلا تأخير دعونا نبدأ الفصل الثالث. أو leave the safe house. حسنا، يبدو أننا في مخزن. حسنا، ها قد غادرنا. حسنا، سوف نغادر. بوريس، حسنا، شيء جيد، بوريس صديقنا هنا. أهلا بوريس. إنه لشيء من الرائع أن يستيقظ المرء ويجد أحد شخصيات الكرتون الذي رسمها حي وينظر إليه وهو مستمتع. حسنا، تعال نجرب جيتارة. يبدو أن هذا لم يغضب بوريس. هذه الرسمة، رسمة باندي لكنه حزين. حسنا، ما هذه الصورة؟ لا بأس. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Never. Boris probably has it. Find the door lever. Talk to. Ah, it's calling my Boris. Hey, buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Find soap for. Okay. علي أن أجد طعاما لبوريس. حسنا، المخزن. نعم، المخزن. حسنا، لابد أن هناك شيء. That should be enough. أوه حسنا، make Boris soup. أصنع لبوريس الحساء. شيء جيد. إضافة رائعة. بوريس ينظر إلي. أقدمه لبوريس. لا يا شيخ. تخيلوا فقط، تخيلوا، هناك شيطان ينتظرون يقتلنا في الخارج، ولدينا بوريس الشخصية. إضافة رائعة. حسنا، شكرا بوريس. وطف، ماذا؟ Are you sure you want to leave the safe house? You cannot go back. Yes. Let's see what's out there. Don't wander off. Sinan. إذن فبوريس سيكون حليفنا. ماذا يا بوريس؟ حسنا،
قد رأينا ذلك في التريلر. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. حسناً. ستكون هذه جيدة. حسناً، وجدنا الضوء والإضاءة. شيء غير. لحظة. كان مظلم. What? Did you hear that? نعم لقد سمعت. Yeah, me either. أدخل أنا بورس خلف. سنان. هيا بورس افتح لنا الباب. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? The van. Talk to Boris. سيفتح بورس للباب. شيء رائع. هيا. حسنا. Wow. I don't remember any of this. كأني سأتذكر أنا. حسنا. نعم، شيء غريب أن أجد مصنعا كهذا تحت شركة الكرتون الذي كنت أعمل فيها. لحد الآن بدايتنا كانت جيدة. تعرفنا على بوريس صديقنا. حسناً. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. حسناً. أصعد السلم. لا يمكنني ذلك. لابد أن هناك شيء يجب علي تفعيله. حسنا. fix the toy machine. حسن. اوكي. هناك أشياء تعطل سريان الآلات وهي دمك ما ترون. Turn on the toy machine. حسن. حسن، الآن يمكنني الدخول. هذا المكان هو المكان الخاص بإنجل. I don't be seeing what the big deal is. So what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he could be telling me what I'm to be doing with this warehouse I got full of that angel whatchamacallit. Not a scrap of that mess be selling. You'd probably have to melt it all down to be rid of it all. Okay. لحظة. شكرا جزيلا. أين بوريس؟ هذه أنجل. أوكي، لقد ذكرناها الآن وقد أتت. أوكي.
أحد. لا تقل لي أن أنجل شريرة في هذا الجزء. ماذا؟ أوكي. أها. اوكي لقد خرجت لقد خرجت. The demons, the angels. حسنا، بما انها قالت لي لنرى ان كنت تستحق ان تسير مع الملائكة، فلن اختار الملائكة، ساختار الشياطين. شش، تقولنا الباب قد غلق. لا، لم يغلق شيء. حسنا، there's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. That's how I got started. Just a pencil and a dream. We all want everything without even having to lift a finger. They say you just have to believe. Mm-hmm. Belief can make you succeed. Belief can make you rich. Belief can make you powerful. Why, with enough belief, you can even cheat death itself. Now that is a beautiful and positively silly thought. Okay. دعنا نتابع. الوضع لا يبشر بالسوء بالخير. اوكي، لحد الان لم يظهر بوريس. و اهلا بوريس. بوريس، oh, you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. This will do. شكرا بوريس. حسنا، يبدو أننا سندخل في مواجهة. أتساءل لو... أهلا بوريس. حسنا، دائما اتبع بوريس. دائما. Looks like to open this, we're gonna need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Okay. Open the door exit. Shit. What the fuck? Okay. حسنا، شيء جديد. يبدو أن التمويل الذي أخذته هذه الشركة من المعجبين قد عرفوا كيف يستفيدون منه. حسنا بوريس، لك الطريق، تفضل. حسنا، تفضل. تخيلوا لو أن بوريس في الأخير قد يقضي علينا. صراحة لحد الآن وقوف بوريس معنا لا يشعرني بالراحة. أتوقع أن ينقلب علي في أي وقت. ماذا؟ نصعد هنا؟ تمام؟ تفضل بوريس. Date with Angel. Visit Angel on level 9. سلام. يبدو أني قد عرفت الخدعة التي قد قدمتها لي. فحينما قالت لي أن أمشي مع الملائكة وأن أختار طريق الشياطين، كانت حسنا.
Okay. These blasted elevators. Sometimes they open, sometimes they don't. Sometimes they come, and sometimes they keep on going to hell and back. Mm-hmm. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Okay, حسنا. ماذا الآن؟ ماذا؟ ما بك بوريس؟ لماذا تركض؟ أوكي أوكي كم من... بوريس لا تقل لي أني سوف أحارب بوريس هؤلاء. ما الذي يحاولون جعلي أفهمه من كل هذا؟ لحد الآن كنت أنتظر أن أقابل باندي، والآن كل تفكيري على أليس. أليس كما يبدو أنها أصبحت مغرورة بعد أن أصبحت مشهورة، لكن ما الذي كانت تقصده؟ قد أخذ وقتا كثيرا لصنعهم ليجعلوني جميلة. حسنا، شيء غريب لحد الآن كل شيء لا يمكن تحطيمها. حسنا، هلا والله، هلا ناليس. ها؟ أها؟ أها؟ How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. Crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. وما دخلي في هذه المعمعة؟ لا لا، لست يا ملك. يبدو أن لا، لست متأكدا، لكن يبدو أن إنجل لديها مش أين بوريس؟ لديها مشكلة مع باندي. سلام، يبدو أن علي أن أرجع طريقي. بوريس، بوريس،
ما أغباني كأني وناديه كأنه سيسمعني. يبدو أني سأرجع للمصعد. سلام. حسناً. أوكي. Collect extra thick ink. حسناً. سأجمع. كيف؟ But there is one rule we all know and respect down here. What? Beware the ink demon. Uh-huh. Stay out in the open for too long and he will find you. Okay. For if you see him, you'd better hide. Okay. If you don't, well, I enjoyed our date. Another day, another dollar. Let us begin our work. كما رأيتم إنجل تحاول أن تجعلني أحترس من باندي الشيطان. كما تقول يجب علي أن أختبئ حينما أراه، وإلا راحت علي. تعال. أوكي. Kid. Everyone's walking around here like grandma just died. Nothing but angry faces everywhere. These people gotta lighten up. I mean, hello, you make cartoons. Your job is to make people laugh. I'm telling you, if these people don't start cracking a smile every now and then, I'm out of here. Okay. الآن أنا مرتبك. لا أعرف من هو العدو من الصديق. لدينا بوريس ولدينا باندي ولدينا أليس. أليس مقبولة. حسناً هذا. أوكي. أليس مقبولة. وكما قلنا أليس مقبولة تريد قتلي. باندي لا أعتقد أن لديه عقل أصلاً. وبوريس يبدو أنه يفهم كلامي. يبدو أني أنا الذي لا عقل له. حيث أخذت قرابة الساعة وأنا أجوب المكان لأدرك في الأخير أنه يجب علي قتل هؤلاء الكائنات دون أن تحس بي، وأقوم بجمع هذه المادة منها. وظف. ما بالك يا بوريس؟ هل تخاف من الحقن؟ لا عليك، هذه الحقنة لباندي. This one's empty. Oh.
ما الذي تعنيه هذه الشيطانة بكلامها؟ هل يعقل أن باندي قادم إلينا الآن؟ هناك شيء غريب يحدث للجدران. مهلا، هذه علامة لحضور باندي. باندي؟ جيسس عليه السلام، أطرش لك كذا، أحط شعبك كذا، وزود براسي كذا. شي إبراهيم، يا إبراهيم one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long. نصيحة جانبية. المصعد في هذا الجزء مهم جدا، فهو يختصر لك الطريق، وكل طابق من هؤلاء الأربعة تجد فيه مقصدك. فآليس تطلب من كل شيء أربعة عناصر، وكل عنصر ستجده في الطوابق الأربعة، فاستغله جيدا لكي لا تتوه مثلي. مع أني أحس أنك سوف تغدرين بي، لكني مجبر على أن أدافع عنك، وإلا كنا سويا. حسناً، هذا كان الأخير. يا إنجل، لقد زال الخطر. So quiet. Like a welcome.
واو، أين هي الهدية؟ الآن بدأنا نتفاهم. أليس، you are a fucking bitch. حسناً، سوف ننزل الآن للدرك الأسفل لمقابلة شيطان الحبر. هل أنت خائف يا بوريس؟ لا؟ أحسنت يا فتى. أوكي، أول قلب، يبقى ثلاثة. شكرا للنصيحة بياتش. لقد وجدنا القلب الثاني. يبدو أني سأتوه مجددا في هذا المكان. كأني رأيت شيئا. هذا باندي؟ قلب آخر في الجيب. دعونا نرى هذا المخلوق عن قرب. لا يبدو أنه باندي. لنتابع لحاقه ونرى هل سيشعر بنا. دعونا منه ولنتابع المهمة. أوبا، قلب آخر. كم أنا محظوظ اليوم. أوكي، أنا راحل من هنا. طريق مسدود تراجع. هلا والله. لا أعرف لماذا أركض للخلف هكذا، لكن الوضع يعجبني كثيرا. لقد كان الباب بجانبي. لو دخلت كانت ستكون لقطة ولا أروع. حسنا، لا بأس، لنتابع. وأخيرا سأرتاح منك أيتها المعتوه. بوريس، نحن عائدون للمنزل سويا. أتشوق للخروج من هذا الكابوس. كلامك جميل، لكن لازلت واثقا أنك مقبولة. أليس كذلك يا بوريس؟ نعم. هل هي تبكي؟ رائع، مبروك، لقد جننت رسميا. بوريس لا تخف، أنا معك، لا تخف.
فكر في مكانك السعيد. لن نسيبك مكروه يا بوريس، أعدك. لن أدعها تأخذك أبدا. من؟ أليس! بوريس! أليس خلفك! انتبه! دعك مني! انتبه إلى خلفك! بوريس! بوريس! لا! لا 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 لا! لقد انتهى الفصل! يا لهذه المجنونة، لقد خدعتني، لقد استغلتني. كان علي أن أعي ذلك. كم أناح. بوريس، سحقا. حسنا شباب، كانت هذه نهاية هذا الجزء. فعلا كان جزءا مثيرا ومتعوبا عليه جدا. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأشكر أيضا من قاموا بتنبيهي على نزول اللعبة، وآسف لأن المقطع قد تأخر قليلا وسيكون السبب هو الترجمة فهي تأخذ بعض الوقت. حسنا شباب، كان هذا كل ما لدي لكم اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالعرض. كان معكم صديقكم صبريكو، في أمان الله. Touch this.